على حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر كان موجود على القناة أنه مصر بدأت في استلام 24 محتجز في غزة من الصليب الأحمر، والهدنة الإنسانية في قطاع غزة في يومها الأول النهاردة دخلت حيز التنفيذ بالفعل، ودي كانت برعاية مصرية قطرية أمريكية بعد عدوان إسرائيلي غاشم منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة. الأرقام الحقيقة مفزعة، احنا بنتكلم عن استشهاد 15,000 مواطن بينهم 6,150 طفل وأكثر من 4,000 امرأة، بالإضافة ل 36,000 جريح ويمكن أكثر. أخيرا هدنة لمدة 4 أيام، حديث عن إنها ممكن تكون هدنة قابلة للتمديد، يتخللها بقى الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال، وكمان الشيء المهم جدا اللي بيحدث وهو مسألة إدخال المساعدات الإغاثية وكميات كافية من الوقود. خلينا ناخد دلوقتي على التليفون الكاتب الصحفي أستاذ أحمد الخطيب. أهلا بحضرتك يا فندم، وكيف ترى الأوضاع؟ هل هي إلى مزيد من الهدن المتتالية أم تصعيد إسرائيلي عقب هذه الهدنة؟ كما تحدث اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي أنه ستعود إسرائيل للضرب مجددا بعد هذه الهدنة. مساء الخير أستاذة هدين. أهلا بحضرتك. أولا نحن في واقع إيجابي، واقع إيجابي تحل حالة الأزمة التي دفعت الإنسانية ثمنها منذ 50 يوما، 50 يوم حرب شرسة على شعب أعزل، عدوان صعب جدا على القطاع لم تعرفه الدولة الشعب الفلسطيني منذ 67. عندما تحدث الهدنة اليوم، حدثت الهدنة اليوم تحلحلت الأزمة، لا سيما أن العالم كله لم ينجح في أن يوقف آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. اللهم من القاهرة التي كان لها موقف واضح منذ الوهلة الأولى بضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل والذهاب فورا إلى مساعي فكرة حل الدولتين كحل كبير واستراتيجي لقضية الشرق الأوسط. ما حدث اليوم هو يعني باقة نور وطاقة أمل في أن تحدث انفراجة كبرى خلال الفترة المقبلة. لا يجب النظر على الأربعة أيام بأنها قليلة أو ما شابه، نحن نتحدث عن تحرك كبير في المواقف. الحكومة الإسرائيلية متعنتة منذ اللحظة الأولى. صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أستاذ أحمد كان هناك رفض من الداخل الإسرائيلي على تحقيق هذه الهدنة. الداخل الإسرائيلي هو لا يريد الحرب بالمناسبة، لا أحد يريد الحروب يا أستاذ هدية. الحرب يعني شيء بشع، لا أحد يريده، لا الداخل الإسرائيلي ولا شيء ولا أحد. لكن ما يحدث، الذي حدث أن الموقف الأمريكي وهو الذي تحلحل كثيرا وتحول من النقيض إلى النقيض عبر القاهرة، القاهرة كانت هي السبب الرئيس في أن تجعل من موقف الولايات المتحدة الأمريكية منحازا انحيازا كبيرا إلى إسرائيل. صحيح. إلى أن يشارك القاهرة في وساطة بالضغط. ويتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم منذ دقائق عن حل الدولتين وضرورة إدخال المساعدات للجانب الفلسطيني. نعم، الرئيس جوزيف بايدن كان له موقف متطرف منذ اللحظة الأولى منحازا إلى إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. القاهرة نجحت عبر العديد من الاتصالات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جوزيف بايدن في حل حالة الموقف، تغير الموقف لدرجة أن الرئيس بايدن ذهب إلى تل أبيب والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية وأعلن بوضوح عن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. من الذي غير المواقف؟ القاهرة. القاهرة الهدنة اليوم ليست في معناها الإنساني فقط، ولكن يعني أشارت إلى أن الأمل يحدو الجميع الآن بضرورة أن يكون هناك حل كبير لوقف الحرب بالجملة وبدء مساعي حل الدولتين على في المستقبل القريب. يعني الهدنة في معناها البسيط
ان هي 4 ايام وصل الطرفان الى حل والى حلول، الطرف الاسرائيلي والطرف الفلسطيني، طبعا بوساطه مصريه واضحه جدا مع الولايات المتحده الامريكيه. الهدنه هي طاقه امل قد باذن الله تنجح في وقف المعركه نهائيا. يبقى فقط ان تصمم القاهره ويصمم العالم على انقاذ الانسانيه مما يجري وقد جرى فيه. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد الخطيب الكاتب الصحفي.